مجروح لو عنك لحظة خلينا نفديك بحبة عينينا. يا اختي يا سحر، انا قصدي نلتم انا وانت واختك سهام، نقعد مع بعض نلتم على بعض، وطول ما هي اختك هان في البلد تقعد انت. مش انت يا اخي بتقول جوزها ابو زياد جاي معها؟ انا شو اجي اسوي في بيتك وهو موجود؟ يا اختي بيتي بيتك، شو بدك بابو زياد؟ انا قصدي تطلع من اللي انت فيه، تخرجي من وحدتك. انا ما بطيقه لابو زياد، خليني في بيتي احسن لي. من يوم ما مات زوجك أبو أنور وإنت حابسة حالك في هالدار، اطلعي اطلعي غير الجو. أطلع عشان الناس تتذكر عمايل سمير؟ خليني في بيتي لحد ما أموت أحسن لي. يما ها هذا الخال عنا، والله زمان ما شفناك، عاش من شافك. شو اللي شاري؟ شو يعني؟ اغراض لأختك، ولا مفكر إذا بطلت تعطيني مصاري بدي أتركها تموت من الجوع؟ ولا كسها حالك، عيب عيب علي يشتري بضاعة إسرائيلية، البلد كلها عاملة حملة مقاطعة. مقاطعة؟ ان شاء الله انت كمان يا خالي ماشي لي ورا هالكم من اصغر هدول اللي عاملين حالهم حمال الوطن. يا ريتك قد ربع واحد فيهم، ولك وين انت وين هم؟ خال خلص يما بكفي، طفح الكيل. اسمع يا خالي، انا كنت اسمح لك تتطاول علي لانك كنت كاسر عيني وتعطيني مصاري، بس هلا لا، انا معي مصاري اكثر منك. بس معلش كمان هالمرة رح أمشي لك إياها. بتعرف ليش؟ لأنك ببيتي مش بالمزرعة. ظلك ابن أبوك. شو قاعد تعمل يا حبيبي؟ كل بضاعة صلاحيتها منيحة مش منتهية. قاعد بشوف إذا عندك منتجات إسرائيلية أو لا يا خلدون. وشو بفيدك هذا الشيء يعني؟ عاملين حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، والأقربون أولى بالمعروف. يا سلام، وجاي تقاطعها عندي هون في المحل؟
ايوه يا عم يا رفيق، ايوه اضرب اضرب بيد من حديد. خلدون بضاعة محله كلها اسرائيلية، خلي الناس تقاطعوا بالمرة. وشو هذا اللي بيدك بتتسلكت فيك يا عيد؟ انا وطني وبشرب وطني يا عمي. ان شاء الله سب الهاري. خلدون بزبط تشحن لي كرت لاختي مجدولين؟ ايقول السلام عليكم. قول عمي خلدون. ناولني الرقم، ناولني الرقم. 0598123044. عساس مش رح تتغدي لحتى ارجع. اي والله خفت اتاخر عليكي. جيت لا لكيتك ولا لكيت الاكل يا لطيف. وين رحتي؟ اصلا انا ما تغديت، رحت اجيب شويه اغراض. اوف 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 اوف، لشو كل هالاغراض؟ بكره جاي عند ضيوف، قلت بجيب لهم ضيافه. ضيوف مين؟ بعرفهم؟ بتعرفهم منيح. مين؟ مفاجاه لبكره. والله يا خوفي بالاخر يطلعوا جوز الدكاتره ياسر وجهاد. والله شكلك عملتيها يا ام عسكر، راح تجيبي دعاء. يما دعاء بتكيش تقومي تتعشي معي؟ ما إليش نفس. انت صار لك فترة مش معجبتيني. على كلين جيت أخبره الجماعة اللي اتصلوا في أبوك من الإمارات اعتذر منهم، وهذا إشي لازم يفرحك ويبسطك. يلا قومي نتعشى مع بعض. يلا يما هسه بالحال. فكرتك رح تفرحي بهالخبرية. دعاء صاير معك اشي؟ لا ما في اشي، تخافيش. الله يهدي سرك ويريح قلبك يا رب. بس يا دعاء الرحمة بتجوز على الميت والحي؟ أكيد، بس شو قصدك؟ قصدي إنه جهاد كان حابب يحكي لك إنه قبر بلال مش هون. كيف يعني؟ مش فاهمة. قصدك وين مدفون ولا وين موجود؟ معقول اللي عم بخطر في بالي؟ انسي يا دعاء، بلاش افكارك ترفعك فوق، بعديها تطلعي بتهلوسي. شوفي وراكي يا ام عسكر. مين؟ انا بلال. فوت يا امي. يا بلال فوت. بدك اشي يما؟ محتاج اشي؟ بدي اياكي يما، اشتقت لك. الله يرضى عليك يا حبيبي يما. سلمي لي على دعاء وديروا بالكم عليها. وانا اشتقت لك يما يا حبيبي. الله يعطيني طولة العمر وحج، وبس حج استناني يما، جيت لك. يلا يا شباب.
انت عارف قديش الساعة هسا؟ شو اللي جابك؟ وين كاين؟ تفضل احكي ولا بس شاطر ترعبني؟ على اساس انت بطل وقائد ومشتبه، شو مالك يا زلمة؟ هي هاز جاي تنكش راسك علي؟ القصة انا بدي اموت ببلاش. بس اكيد جايتك بهالوقت الها سبب. تاخذونيش عملت لكم لخة، بس انا من ساعة ما رجعت على البلد وحركة الجبات مش طبيعية، استنيت يعني لخف شوي وضليت جاي، جيت بناء على امر بيخوف بيستناش. للاسف الكتاب ما لقيته، شكله ضل مع نادي مثل ما حكيت لك. طب يعني ما بتعرفي حدا في المحاضره كان عشان اخذ منه الكتاب؟ اه كان معنا بالمحاضره رفيق، بكره بسالك اياه اذا بدك، او انت اسالي دعاء. لا دعاء لا، خلص انا بكره بحكي مع رفيق. اذا بنفع بطلب لك اياه منه. انت تطلبيه على اساس مش تعطي وجهي؟ وليش دعاء؟ لا يعني مجدولين، ليش بتهربي من سؤالي؟ لا عادي. وصحيح على سيره الدعاء، اليوم شفتها مع مره غريبه بالبلد. معقول اجت عندكم؟ لا ما اجت. طب ما قدرت تعرفي من هاي المره؟ لا اول مره بشوفها. عادي اصلا ما بيهمني. اسمعي خلص بكره بشوفك بالجامعه وبنحكي. طيب حبيبتي مع السلامه، باي. يلا مع السلامه. والله يا دعاء صار حركاتك غريبه وحبيبه. قال بدهاش تتجوز عشان لسه بتحبه لبلال. اي والله ما بتستاهلي، حتى وهو في تراب. كل صحيح، انت شو اللي جابك من تل الصبر لهان؟ كيف وصلت؟ اجيت مع ابو صقر. وعرف انك جاي لهون؟ طبعا ما حكيت لهش، وهو كمان ما سألش، تركته على باب الحارة بالسيارة يستنى. مش صح اللي عملته، حتى لو كانت ثقتك فيه كبيرة. انسوكم من ابو صقر، مش هو الموضوع. مع اني مش شايف انه في اشي بخوف اكثر من اللي حكيته، بس هات احكي شو الموضوع. انا ما نمتش طول الليل، حركه الجباك مش طبيعيه، بلحظه وانا واقف على الشباك انتبهت على شاب لابس مدني نزل من الدوريه. برضه ما فهمناش شو اللي بخوف الموضوع. لما رحت على الشباك الثاني كانت الاضاءه احسن وعرفت الشاب انور ابن اخته لابو مصطفى. أمان؟ أنت لسه ما نمتيش يا أمه؟ صباح الورد. لا نمت وصحيت عشان أخلص الامتحان. الله يرضى عليك يا أمه. بدي أسألك، أنت بتشوفيش دعاء؟ وليش بتسألي عنها؟ صبحتي تحلمي فيها؟ لا بس صار لها كم من يوم لا حس ولا خبر. علمي علمك، أبصر شو شاغل بالها وقتها هالأيام. طيب أنا اليوم نازلة أنا وإم عوض على السوق، بدي أجيب لي أكم من غرض مشان الحج، وإذا شفتي دعاء أعزميها على الغدا. لسه بدري على الحج يمه، ليش بدك تنزلي على السوق من هلا؟ ما أنا هيك هيك رايحة على الصليب الأحمر مشان زيارة أخوكي، بضرب عصفورين بحجر. يمكن يكون أنور بأخلاقه الوسخة وسلوكه هو العميل، بس الخوف دايما من اللي مش متوقع. إذا قصدك عن أبو صقر طمن بالك، الزلمة عندي، وإضافة لثقتي بيعرفش إنكم هربتوا على هداك البيت، وأهم ميزة فيه إنه مش فضولي. يا شباب خلينا نرجع لموضوع أنور، أنت متأكد من هويته؟ 95% آه، و5% بدي أخليها للمسافة والعتمة. بجميع الأحوال ما بنقدر نعمل أي بلبلة في البلد، وخاصة في ظل اقتحامات المسجد الأقصى. صحيح، بس بدناش نهمل الموضوع. شوف جهاد، بما أنك وثقان لهالدرجة بأبو صقر، أنا بفكر أنك تكلفه بمراقبة أنور، بس دير بالك اوعى يحس فيه. هي هي طيب
لو فرضنا انه ابو صقر بيشتغل مع المخابرات الاسرائيليه لا سمح الله، شو راح نستفيد؟ بنستفيد انه جهاد بوصل رساله للمخابرات انه زلمتهم انور محروق. تمام. فقط للتأكيد، كنت تذكر بأن هذا الطريق يسلكه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، وبأن بأنه بعيد عن حاجز العسكري الزعيم الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، وبأن السيارة كانت تحمل نمرة من الضفة الغربية، يعني لوحة قيادة من الضفة الغربية، ليس كذلك؟ بالفعل بالفعل رويدة، لوحة قيادة من لسيارة فلسطينية من الضفة الغربية. أي والله إنهم زلام، هاي العمليات اللي بتفش الغل ولا بلاش؟ الله يحميهم يا رب. يا رب جهاد من مستوطنات حلوان العملية، اعملي له فطور اكسترا. الى ما قبل الحاجز مستغلا الأزمة، أزمة السير ووجود عدد كبير من شايفك مشعلها ثورة من الصبح، خير شو القصة؟ وشكلك مش داري انه صاير عملية في القدس. الله محييهم ويقوي عزمهم، بس شو بقول؟ لو يجيلوا جيب جيش ببهدلك على هاي الغنانة. اصلا بطلت تفرق معنا، يا زلمة غيرنا ضحى بحياته من اجل هالبلد. وبعدين انت وين صبحت طالع؟ انا طالع على السوق، قلت باجي بستنى ابو المجد عندك. بتعرفوا بالسعيد؟ انا قاعد افكر احول باب المحل موقف للركاب. شو رايك؟ هاي واجا. قالوا لي اجا ابو المجد. شو؟ شنك فشلت وجيب جيش؟ الله يحرق حريشك، خبطت قلبي. في محلنا بليس؟ ابو السعيد اطلع توكل على الله. السلام عليك. ابو السعيد على وين العزم ان شاء الله؟ رايح اجيب لي شويه اغراض عشان طلعت اخوي الدكتور كمال من السجن، يعني شويه زينه واعلام. ايه زمان عنك يا دكتور كمال. 10 سنين هذول يا ابو المجد مش كلال، الله يجوم في عون المحكومين مؤبدات في سجون الاحتلال. كل يا ابو السعيد، هو احنا كم اسير عندنا في البلد؟ على حسب علمي في 9 بس احكامهم كليله. انو اللي حكمه شثير اللي هو عميد ابن ام بلال. الله يفك اسرهم يا رب وصبر اهاليهم يا رب. اللهم امين. يسعد صباحك يا رب. صباحك يا خالتي، متى رح نلتقي؟ انت اي ساعة بتخلصي دوامك؟ على 11، مع اني ما ركزت ولا بمحاضرة. لا دراستك مهمة كتير، خلص بس تخلصي دوامك انا بمر وباخدك. ان شاء الله، اتفقنا. الله معك. شو مع مين بتحكي خالتي معسكر؟ سر. سر؟ ولا قصدك ماليش دخل؟ فهمتوا يا حلوين؟ أي حد عنده سؤال؟ تفضل يا إيهاب. لو ما صار عملي بالقدس ما كان صار حواجز. شو بيشتغل أبوك؟ عامل بإسرائيل. أولاً
ما اسمهاش إسرائيل، اسمها فلسطين المحتلة. وما بتسمع في الأخبار كل يوم إنهم المستوطنين بيقتحموا المسجد الأقصى وفي اعتقالات وفي حواجز وكل هذا بدون ما يكون في عملية؟ لا. وبدي تعرف كمان إنه أنا وكثير من أبناتكم ممنوع نروح نصلي في المسجد الأقصى إلا لما يكون عمرنا فوق 55 سنة أو بتصريح، وكل هذا بدون ما يكون في عملية. أنا أبوي ممنوع يسافر عند عمتي على الأردن عشان ممنوع من السفر. مين بيقدر يعطيني كمان مثال مثل وطن؟ أي شو بتكون بالقراء؟ والله هاي العملية الصح أجت بالوقت والمكان الصح. طبعاً هدول الجماعة مزبطش معهم غير عملية ورا عملية. وما دام عارفين هذا الإشي مالكم ليش نايمين؟ يعني عامل حالك مش عارف، ما احنا هدينا شوي لأنه الجيش دخل على ورش الجهاد. هو برضو هاي شغلة مش سهلة، أكيد فتحت عيونهم على إشي، ولا أنا ولا أنت بنعرف كيف بيفكروا. والمعنى بدنا نهد شوي لبين ما الله ييسرها. أنا اسمحوا لي لازم أطلع على الورشة أشوف العمال، عن إذنكم. وأنا بدي أروح على ياسمين أشوف الشباب. يلا. أهلين أستاذ مهند. شو بتقول؟ هدول بهم ردوا على العملية اللي صارت اليوم الصبح في القدس. وكل الله وكل الله. أنا هسا بمر عليك بجمع رجال البلد. العافية أبو جهاد. أنور حبيبي انت وين؟ والله بن حلال يا كابتن، لسه هيني بفتح باب المحدده. اتركني من المحدده هلا، بدي اياك تنزل على المدرسه فورا. ماشي، بس ليش يعني؟ بعد شوي حبيبي راح يصير في مشاكل هناك، بدي اياك تجيب لي تقرير عن كل الموجودين. انا كنت بخلص من شغل المحدده، اشتغلت فيه.
وينك دعاء؟ أنا باب الجامعة، هيني واقفة ومعاي تاكسي. أهلين خالتي. يلا يلا هيني جيت. والله غريبة صايرة هالدعاء. شو الغريب بالموضوع؟ صار يمكن صاير معها ظروف. تبتعرف أني هاي المرة اللي طلعت معها؟ لا مين هاي؟ هي نفسها اللي كانت واقفة مبارح معها بالبلد. لا أول مرة بشوف. شو بتعملوا يا أستاذ مأمون؟ هذا وقت يخرجوا في الطلاب، دخلهم جوا. يلا أسرع 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 أسرع. خلينا نطلع الطلاب من المدرسة، أمانيهم يا أبا حبيبي. الطلاب داخل الصف أمان، برا الصف في خطر عليهم. كالعادة شرف يرقع بعمايل المستوطنين. شو شو؟ روخوا البيت، كله روخوا البيت. هذا الكلام إلنا ولا إلهم ولا لجنودك؟ وبعدين بعدين يعني خجي. لا بعدين ولا قبلين، أنا قلت كله يروخ البيت. إخنا ما بدنا مشاكل. ما بدكم مشاكل؟ من أول ما احتليتونا وأنتوا بتقولوا ما بدنا مشاكل، ودائما أنتوا اللي بتبدوا بالمشاكل. مصطفى ديل الكلب عمره ما بنعدل. ماشي يا أبو جهاد ماشي. على كل خال حبيبي أنت وياه، إذا بدكم تحافظوا على أولادكم وبدكم أولادكم يكونوا بخير، لازم تخلوا المدرسة تخت خيمتي أنا، وما تخافوا. يلا روحوا البيت. ما في شي تحت حمايتك إلا المستوطنين. روحوا البيت خجي. شو مالك؟ بشو بتفكري؟ لا ولا شي، سلامتك. طب هلا احكي لي، في اشي مضايقك من دعاء؟ مجدولين لو سمحت سير الدعاء ما تجيبيها بالمرة. اوف، هذا مش اشي مضايقك منها، كلها على بعضها مضايقتك. وبعدين بقولك سير الدعاء لو سمحتي ما تجيبيها، هاي وحدة حيوانة وما بتستحي. حيوانة وما بتستحي؟ لا لا لا، هذا في إشي كتير كبير جواتك وهلأ بدي أعرفه.
اهلا وسهلا. اهلا فيك. اكيد حضرتك اخت ام مصطفى. اها. وحضرتي جوز اخت ام مصطفى. اهلا وسهلا، تفضلوا شوي بيجي عم مصطفى. اه يعني مش هون ابو مصطفى. اها. معناته راح يبيع له راسين غنم ولا يبيع له كم من بقره. حاكم هاي الايام الاسعار شاطه بالعلالي يا حبيبي، بده يهبر بده يهبر هبر. بلشنا من هلا لحقناش نوصل لسه، عيب عليك. اه يا عمي معناته ابو مصطفى مش رايح يبيع، ابو مصطفى رايح يشتري له اكل من راس غنم. مسكين طفران مع شو مصاري. اه اخوك طفران. عمي ابو مصطفى راح على المدرسه لان المستوطنين هجر. ها هيو اجا. هلا انت اكيد بتحكي بينك وبين حالك اما عسكر خطفتني. لا طبعا. صح يا خالتي انا ما بعرفك، بس كل شيء من طرف بلال بيحسسني بالامان. بس بدك الصراحه، كلامك امبارح اعطاني احساس غريب، وهذا الاحساس وصلني لافكار اغرب. مثل ايش يعني؟ يعني افكار مجنونه لدرجه صرت احكي لحالي معقول بلال عايش؟ فعلاً أفكار مجنونة خاصة بس بالعشاق. طيب ما دام هيك، شو السر وراء الألغاز اللي حكيتيها مبارح؟ مش أنا اللي رح أحكي لك وأفسر لك. ولا مين؟ استني شوي يا عاصف. عاصف عاصف مين عاصف؟